منذ 7 أكتوبر الفائت تنفذ إسرائيل عملية إبادة جماعية في غزة بمباركة دولية وغربية، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10,022 فلسطينياً، منهم 4,008 أطفال و 2,550 امرأة، وأصاب أكثر من 24,000 آخرين. وضمن عملية التدمير الممنهجة لقطاع غزة، دمر القصف الإسرائيلي نحو 220,000 منزل و 40,000 وحدة سكنية باتت غير صالحة للسكن. استهداف المعالم الدينية ودور العبادة كان حاضرا بقوة، حيث دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي 55 مسجدا، إضافة إلى تضرر 112 مسجدا بشكل جزئي. وطالت الحرب الإسرائيلية المرافق الصحية أيضا بواقع 15 مرفقا صحيا و 51 عيادة دمرت بالكامل، فيما تم قصف 150 سيارة إسعاف، وأوقفت الحرب الإسرائيلية 16 مستشفى رئيسيا من أصل 35 في قطاع غزة. المدارس نالت نصيبها من الحرب الإسرائيلية الغاشمة، حيث دمر الاحتلال 220 مدرسة، منها 38 مدرسة دمرت بشكل كامل. وأجبرت هذه الحرب الإسرائيلية المدمرة نحو 1.5 مليون فلسطيني بغزة على النزوح داخليا، بينهم 117,000 نازح يقيمون في مرافق صحية، ونحو 69,400 يقيمون في 149 ملجأ طوارئ تابعا لوكالة الأونروا.